اصحيك انام انت تغطي البث. انام شباب لا صح 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 الفريدي صح. في شباب الحين عليهم مطبخ يروحوا. الجعيدي مو فيه؟ بلا بلا فيه. الجعيدي نايم نايم صح. لا لا سلام. لا لا عيسى بن احمد وانا ابو فيصل. صبنا ايش؟ صبنا ايش صبوا؟ خلاص ايش؟ ايش تراك؟ انا اسمع انا احتاج علشان معك في المطبخ. اعطيني صوت لحم قبل لحم لا مو بورات هذا يسمونه شغل الذل. لا 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 هذا اللي عندك طلب خذ. عشان اكل الله مع جماعه ربع تعاون مذله واربعه شال الجمله الجمله شاله. اعطيني بطتنا واللي يشربون من شيء واحد. بر الوالدين اهم من امك وابوك. والجنه تحت اقدام المات الموضوع واضح جدا حبيبي. الله يسعدك. لم تكن لم تكن ذيب اكلتك الذيابه المياو. نعم طويل طويل وما يكون قصير قصير. نعم صحيح. من حفر حفرة الأخير وقع فيها. فلذلك يا أخواني أنا أوصيكم نفسي يعني الوقت كالسيف لم تقطعه وسلم عليك. ولا لك الوقت كرم أربعة شلوا بجمل أم جمل ما شلهم أم جمل أربعة شلوا أم جمل أم جمل ما شلهم كلام. وش اسمه اللي ما يطول العنب شو اسمه. لا 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 مالح عنه يقول واضح صحيح يقول فعلا بعض ذا ترى في اسمه نعم بعض نفس الشيء هو نفس الشيء بس يعني يختلف شوي يعني سبحان الله يعني شوفوا بعض موجود هنا يا اخي والله بعض الاشياء في شو اسمه كم هير اوكي 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 نو نو بروبلم ماي برو اي ونت جو هو بليز جابو وين وين وش دخلكو وش دخلكو تطبخوا اسمعوا خلونا غدا الظاهر انه بخربون ها والله امس انا الرزق اكلنا غدا هاتت ملعقه حلان ملعقه الام فريم ويسكي او أروه أنت لما كان في لقمة هذا وش اللي معك كولد 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 برو مشكلة على والله يا أخي لو تشغل وتصير بسم الله الرحمن الرحيم والله تعبنا تعبنا مكيفات يا ولد تموت مرحبا مريم خذك صحن تعال عندي يلا نزل جاي مجبوس انت تحبون السمك عندكم مجبوس تي اي صراحه مالي فيه يعني تسال ساعه واقف وخلاص ما تدري ليه؟ ليه؟ تغديت مع الشباب جينا بالعافيه يا ابو عيد خطير هذه غنايم امس بس جايب كنتون هذا وكرتون هذا وكرتون هذاك ما في كو كو ها في كو وش يقول كو كو لو انه فنجان كذا اشوي الأكل الخفيف نعم وانا اخوك والله انا كثرت له كان المفروض اني اعطيت شوي يعني والله انا ربع ملعقه اعطيك في والله اني مثلك عاد والله من يوم ما جيت ما اكل زي الخلق نعم من يوم ما جيت وانا ما اكل ما ادري ايش فيني وليش تاخذ عبد الله ليش اخذ حقي ليش اخذ حقي عبد الله انا شفت عند عبد الله تحمس سلمان اتمنى اني خذيت حقك
اتمنى. تدري اني انا اتمنى عشان اتهاوش معك، انا ادور الهوشه معك. طيب كذا كذا ادورها كذا نتفه ادور من الله. ها اي من الله. طيب غلط، انا تهاوشت معك، ادري ايش بسوي. اخلي اصبعي هذه تخاطبك بس من الاعضاء كلها. الله الله، لان فيها خاتم كبرانة معك حبيبي. فعلى علمك يعني لو لا 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 روح زين طبختك. مو بلي والله، والله مو بلي. يلا عارف والله بعد يعني ما اعرف ما اقعد. احمد العوض مزبي مزبي. عبد الله. طيب لو اقول كان ماني مكمل ابغى اكل بس بال ولا تاكل سؤال. عبد الله انت تقدم لي سمك ابي ابي سمك. تحبني؟ ها تحبني وايد 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 صدق عاد وايد وايد. يمه من نس يمه بديت تحبس. التمر طارت وين طارت؟ لا صدق وين طارت؟ علمني وين. يلا علمني اخلص. الطيور طارت اخلص علمني يلا. هاجر يلا. الحمد لله لك رب. يجعل العافيه ابو غالب. الله يعافيك يا حبيبي. اهم شيء انت تاكل، انا عندي خلاص انت كني انا ما اكل. انا اكلي خفيف، الطير ياكل اكثر مني. صدق عنده نصب واحتيال ما بعد شفته. والله ما انا ما ذبحني الا بكل خفيف. والله انا اتحدى احد قلت شافني اكل ايه. كثير والله انا اتحدى احد. الان انت قدامك شفتني كم اكلت. نص ملعقة من هذه. خلاص سلمان والله ليه غرك هذا كبره. اتهاوش معك انا اليوم، بتهاوش مع عبد الله واتهاوش معك انت. خلاص اصب لي طبق كوب. ابغى كوب ابغى كوب كوب كوب. طيب في هناك في داخل. سلمان طلب في داخل. ابغى اتهاوش معي قبل لو سمحت يعني. شفت بس عشان معي مشغول كذا. ترد لي سلمان. سلمان ترد لي لانك انت عارف انا اعرفك. لو انك ما انت عارف لو انك كريم ايه. زين كان ما ردك بس انك عارف انا ردك. الله يسامحك. انا العفا انا عفن انا عارف العفا. لا ايوه ايوه خلاص خلاص خلي 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 بس اصير احلى منك. بس بس لا جيب احترام ما راح اتكلم. احمد احمد والله اكري تمالك اللعبها ورز. احط الزباله واعطيك اياها. احط عندك؟ لا يا اخوي مسكوم انت. ها؟ مسكوم انت. ما هو مسكوم، الرجال بخير. اكو البارح قحقح وين تقول لي؟ يا الرجال قحقح. انا بعطيه الرجال الكبيره. اي كم؟ تجيب الجرح. ومن قالك تحمل الصحن يا اخوك؟ لان قاعد باكل. الجوع الجوع كافر والله. صدق الجوع. من قالك تحمل الصحن؟ انا باكل اصلا ما عليك. تعلم. احمد رجع خصب اشرب. هذا على معصب صغيرون. يلا. صغيرون يا بعد اهلنا وشلون؟ صغيرون يا حبيبي ها؟ يا طيب جيب لي في هناك طيب. في يا ابن حلال داخل والله. جيب لي اخوك الكبير. اخوك الكبير ليه ما تجيب له؟ نهاية الطريق ادخل لفه يسار تحصل كثير. امسك امسك امسك. نهاية الطريق والدنيا تجيب. نهاية الطريق ادخل يسار تحصل في كثير. طيب واجد ما هون اللي راح اخذ من الاكياس يا ابن ارحموا فينك انا يا اخوي. احنا حاطينه بالغرفه يعني. ما هون اللي اخذ من الغرفه. ما بالغرفه هنا هنا نهايه الشارع. ايش عند ابو شاير؟ شارع 90 هذا نهايته فيه. مو انا اللي اخذ. خلي اللقمه تحلق هنا والله. العدو جبتي بارده والله. حاضر كلها نفس الشيء. اهم شيء عصير. ايه لا 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 يا ولد لا ما في غير لبتن والثاني. لبتن ده اخر الليل. لو قمت لقيت. يلا قم وتحداك يا صغير. هذه طال عمرك احمد. هذه هديه طال عمرك من شخص جعلنا من عدمه. فقلت خلاص اليوم كامل البس هدايا. العيال خلص ترى جيب تقرب هذا. اسمع ايوه والله ما في اثنين سالوا عنك. رحت لهم اثنين. من هم؟ هم ايوه ايوه كانوا يبغوا يعطوا من الهدايا. من اول ما جينا هديه رايحه وهديه جايه. هديه جايه وهديه رايحه. تصدق
هو احنا بس انه لو شفت هديه جيت ابلغ. لا احنا شغلاتنا زي اللي بالمطار، او اروح اوديه المطار وودحي واستقبل بالمطار. هذا الهدايا، استقبل يا احمد هذا حلو وشو ابكي يا احمد، بس احمد ودع يا احمد خذ يا احمد، بس الحمد لله انه ممنوع الهدايا. اقول لك لا امس في التعليقات قدر حلو وشو انك انت جبت الهديه انت وش اسمه. اقول لك يا احمد امس هديتي احمد ما سمعت امس في تعليقات تويتر ها يقولوا بديتوا حتى تسوون تصفقون لانفسكم. ما اللي يقوله؟ لا فقره محمد عثمان يقوله قالوا الشباب كذا ما يصفقون حتى يصفقون لانفسهم. لا لان فعلا الحين صار كل شيء اي شيء يصير. عوام انت في المطبخ؟ لا الا انت في المطبخ اليوم ها ثلوث. لا الفريدي لا في المطبخ احمد العوام. بالله ايوه اي يوم العوض اللي جاء انت في المطبخ طلعت ترشيحات امس عندك تحسن درجتك يا ولد. اليوم القرعه راحت يمه هاي كان معي هو ها كان معي بالمطبخ دحين القرعه جت عليه وعلى عبد الله بن درمين لانه كان باقي محمد ما عنده اختاروا له ثلاثه زياده اشخاص اثنين منافسين وواحد معه بعد واحد الحين من المشاركين مش موجود فبيسوون قرعه ثانيه عشان يختارون حد بداله. الحين وش كان طبختك يعني؟ ها؟ وش كان طبختك؟ طبخت ولا خلطه؟ ايوه بس. يعني يقول ما ادري وش الطبخة. تمام خلاص شكرا. اي تمام. ها؟ ما اعرف وش الطبخة. انا خلاص انا كليت. والله كلكم كليتوا طيب مين غطوا النعمة؟ فزت عليه بس عارف اطبخ انا ترى لو ان اي بس سلامة لا ايوه ما شاء الله ها طعم طعم مقلوبة بس انا كنت اتمنى اني شو اسمه بس انها والله صعبة ترى والله صعبة بس اسأل اللي كان معي لا هو يحددك الشيف على كيف نيم سهلة حيل سهلة تقطيع حصاد وينهم واخبارهم سدبوا من زارهم يوم جيت لدارهم خبرهم مجدي زين تقدر تعوض الحين اليوم تعدل النتيجه شد حيلك كل يوم تقريبا انها سهله كبسه اليوم ممكن ترى شوف ترى تقدر تختار يعني مثلا المره الماضيه انت محصل لك مثلا نقاط خفاف يا رجال تقدر الحين تعوض معي ابو حامد ياخذها على المزاج قاصر لدنا لا والله الحين معك ابو حامد لا قبل والله انا معي فيصل اقول له يمين يقول لي يسار اقول له قدام يقول لي ورا عزالة بطبخ لهم طبخه اليوم من معك قالوا له اليوم ما بخلي خوي ما بخلي يلمس شيء انا تارك كل شيء على خويه كل يوم انا فيصل خليته يقطع كذا والله تبي نصيحتي خلصنا بدي ساعد انت خويك اليوم حلم تساعدين سهمك الدرجه ساعدين 50 سهم 150 سهم اهم شيء اهتموا بالشكل شكل الطبق اهتموا بملابسكم بالقفازات بالضافة المكان بالنظارة وتشيك تقول تغازل الطبخة ترى الشيف والله ما شاء الله صح صح والله يا رجال شيف وشو شيف ترى الشيف خابر منه يا سعد لو تشوفه شيب ماني بشايب لابسات البراقع يا سعد شايبني فعبله يا سعد لو تشوفه
الساعات خليناني نام. زين تعدوا انا ضارب لي من ذاك الفقع اللي يبيض الوجه. وجهك ابيض. تغديت انت؟ ها؟ تغديت معهم؟ نعم. هناك بعد مليانه بعد هذيك الصينيه. الله يخليها عثمان. اسمع يا عمر هذه عمر خاف عليه. عثمان هذه قصته شخص تمام؟ اسمه ابو سالم. تمام؟ سالم قده. هذا ابو سالم سلمكم الله. الله يسلمك. شخص ما كان مهتم في حياته ابدا. ابدا ابدا. هو كان طبعا متزوج وحمود تقريبا في الشهر التاسع. هو مقضيه بين سهرات وطلعات وجيات، تاخر على البيت. وصلت مرحله ان حرمته نفست وهو ما يدري انها نفست. ايش؟ حرمته ولدت يعني فهمني؟ اوكي؟ هو ما يدري انها ولدت بسبب انه مقضيه سهرات طلعات جيات. كان اصدقائه بالنسبه له اهم من زوجته اهم من بيته بصفه عامه. لانه هو ينبسط عندهم وزي كذا. يطول العمر بعد ما زوجته نفست طبعا وقبلها كان يروح عند اصدقائه زي كذا عنده موهبه تقليد. يقلد اي شخص من كثر انه يقلد الاشخاص انه جاء مرحله لو جاء الاستراحه البعض انحاش عشان ما ينحط موقف بايخ. فاهم انت دخلت استلمك طقطق طقطق يستهزئ يستهزئ اي طقطق واجد اي يا طويل العمر. وجاء المولود سالم يقول والله وانا في المستشفى زي كذا اتصل علي طبعا الحرمه قد جابت البيبي وكل شيء وذا لسه بعدين جاء بس جاء متاخر ليش عشان يوقع على ورقه طلع ابنه عنده تشوه في النظر تمام طقطق على الناس اي هو قبلها كان طقطق على واحد اعمى معاهم في الاستراحه صديقه يعني. اعوذ بالله وابنه جاء تشوه في النظر يقول والله يقول في داخلي كره لابني ما هو حب يقول كره انه جاء مشوه يقول والله مع الايام ومشيت الايام الطفل بدا يمشي خفيف الا طلع فيه اعاقه في رجله يقول ويزيد كره له وما اقرب البيت يقول كل وقت خلاص صار الصراحه بعد ما دريت ان ابني كذا خلاص وحرمته يعني مراه صالحه تدعي له بالهدايه وصابره وما تقول شيء تقول خلاص يعني وكلت امري لله يعطيه براسه اي يعني تقول خلاص هذا زوجها الاخير وتدعي له بالهدايه هذا امر ربي يقول وصل سالم عمره 8 سنوات وعنده عزه نفس غير طبيعيه هذا سالم هلا يا هلا في كل وافي